معركة الستات في السياسة الحقيقة إن هي معركة طويلة وممتدة تاريخيا، بدأت مع بداية القرن العشرين، لأنه الحقيقي إنه الستات في المجتمع المصري هم موجودات في المجال العام يعني انخرطوا في العمل السياسي بكافة أشكاله من 1919، في الحادث المشهور المعروف لكل الناس انه في مظاهرات 1919 كان في ستات كتير بتشارك في المظاهرات، وكان في مسيرة نسائية شاركت بيها النساء للدفاع عن مطالب التحرر الوطني، وسقطت أول شهيدة مصرية فيها يوم 16 مارس، وعشان كده بقى 16 مارس هو يوم المرأة المصرية مثلا. بس ما كانش ده بس شكل ممارسة الستات للعمل السياسي، أو ما كانش ده بس الشكل اللي الستات بتسعى له، وبالتالي كانت الستات بتسعى كمان لأنها تشارك في العملية السياسية بالمعنى الواسع، بمعنى مشاركتهم في صنع القرار ومشاركتهم في الانتخابات العامة. وبالتالي كان في معركة كبيرة حوالين حق الستات في الترشح وفي التصويت في الانتخابات العامة، بدأت من ساعة ما بقى في حاجة اسمها الاتحاد النسائي المصري، وده اتحاد كان معني بشكل أساسي بالدفاع عن حقوق الستات، وبدأ من 1923. كانت ترأسه هدى شعراوي اللي هي إحدى يعني الرائدات النسويات المعروفات جدا، وكتير مننا بيسمع اسمها طول الوقت. الست دي هي اللي أسست الاتحاد النسائي المصري، وكانت واحدة من مطالبه الأساسية هي ان الستات المصريات يحصلوا على حقوقهم في الترشح في الانتخابات العامة والمشاركة في عملية التصويت، بجانب حقوقهم او حقوقهم المختلفة، سواء الحق في التعليم او في جميع مراحله مش بس في التعليم الاساسي، وكمان حقوقهم في اطار الاسرة وفي اطار مؤسسة الجواز. بس للأسف طبعا كانت واحدة من اول الاحباطات اللي واجهتها مجموعة الستات اللي كانوا في اتحاد النساء المصري، وكانت دي يعني بداية تشكل قوية للحركة النسوية المصرية، انه للأسف في دستور 1923 اتكلم عن حق الستات في التعليم، بس للأسف ما تطرقش الحقوق السياسية للنساء بأي شكل من الأشكال. وكانت المفارقة الحقيقة أن هدى شعراوي ومجموعة الستات اللي معاها في الاتحاد النسائي كانوا عضوات نشيطات في حزب الوفد المصري ساعتها، كانت دي واحدة من الإحباطات اللي واجهوها، إنه ما جت شكلت اللجنة اللي كتبت الدستور 23 للأسف ما تطرقوش المسألة دي، بالرغم إنها كانت مطلب هما بيلحوا عليه بشد. واستمرت مسألة النضال حوالين حقوق الستات تحديدا في مسألة الحياة السياسية، سواء من خلال مشاركة في الحياة العامة والسياسية بالتصويت والترشح وكذا. وكانت واحدة من المحطات الرئيسية اللي وقفنا عندها شوية هي مرحلة ما بعد 23 يوليو سنة 52، لأنه الناس طبعا توسمت أنه دي مرحلة جديدة وبعد تحركات ثورية وكذا، فإنه المجتمع هيتغير وهيبقى فيه سعي لوجود مجتمع ديمقراطي فعلا بيشارك فيه جميع الأطراف، وبالتالي الستات كان عندهم تصور ان هم هيبقوا هم كمان فاعل سياسي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بمعنى انه هيشاركوا في عملية صنع القرار زي ما هم بيشاركوا في الحركة بالمعنى الواسع، يعني ما يبقاش الموضوع ببساطة شديدة ما يبقاش قاصر على انهم بيشاركوا في المظاهرات او بيشاركوا في تضميد الجرحى او بيشاركوا في التمريض، ما تبقاش دي الفكرة، بس ان هم بيشاركوا في كل ابعاد العملية السياسية. وبالتالي تاني الستات واجهت تاني احباط بعدها، يعني انه اول ما تشكلت لجنة تأسيسية بعد ثورة 23 يوليو، او يعني الحراك اللي حصل في 23 يوليو 52، اول لجنة تأسيسية تشكلت عشان تكتب دستور جديد وتأسس لمرحلة مختلفة في مصر، اللجنة التأسيسية دي ما شاركتش فيها ولا ست، فكانت تاني مرة المجموعات النسائية المعنية بحقوق الستات للأسف تواجه إحباط عام، بالرغم من مشاركتهم في كل الأبعاد التانية زي ما قلنا، في الحراك على الأرض وفي المظاهرات وكذا.
وبالتالي بس طبعا احنا بنتكلم على فجوة زمنية فيها 20 أو 25 سنة، فكان في أجيال جديد في الحركة أو في المجموعات النسائية بتطلع، كان منهم دريا شفيق اللي هو برضو اسم بيتردد إلى أذهاننا أو بنسمعه كتير. ودريا شفيق الحقيقة أنها واحدة من الرائدات النسويات المهمات جدا، وكانت في المرحلة دي شايفة أنه التركيز الأكبر لازم يكون على حقوق النساء السياسية، فأنها تكتسب حق التصويت والترشح، ونتيجة برضو لحالة الحراك اللي في المجتمع في المرحلة دي. هي كانت شايفة أنه التظاهر والاعتصام والمواجهة مع النظام اللي بيتشكل ده هو الحل للحصول على هذه الحقوق. وأعتقد أنه ده كمان كان نابع من تكرار الأحباط لمطالب الحركة النسوية الحقيقة في بعض جوانبها، خاصة متعلقة بالحياة العامة مش الحياة الخاصة. وبالتالي كان في دريا شفيق الحقيقة قادت حركة احتجاجية واسعة جدا، وكانت يعني بمشاركة كتير من زميلاتها اعتصموا أكتر من مرة وعملوا أكتر من مسيرة في اتجاه البرلمان، وتحديدا طبعا مطالبة بالحقوق السياسية. وبعدين دخلوا في إضراب مفتوح جوه نقابة الصحفيين وأضربوا عن الطعام، ودخلوا في اعتصام مفتوح كانوا لو أنا فاكرة صح كانوا في حدود 306 تقريبا اللي شاركوا في هذا الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بالحقوق السياسيه للنساء. وفعليا انه اما يعني اللجنه التاسيسيه اللي بتكتب الدستور وقتها اضطرت تزعن هذه المطالب. طبعا الدستور ذكر في مواد صريحه منه انه الستات والرجاله من حقهم بشكل متساوي انهم يشاركوا في الانتخابات العامه بالتصويت والترشح، بس كان في الزام على الرجاله طبعا انهم يعملوا ده، الستات كان بالنسبه لهم اختيار، فاحنا يعني كنا بنخطو خطوه كويسه، بس برضو لازال في البعد التمييزي ده اللي هو الرجاله طبعا ده دورهم، لكن الستات والله عندكم الاختيار ان انتوا تشاركوا او ما تشاركوش، دي مساله راجع القرار. بس الحقيقه انه ده برضو فتح المجال للحياة النيابية لمشاركة الستات في الحياة النيابية وفي مواقع صنع القرار يعني بعد المسعى الطويل ده، وده كان دافع للستات على تنوعهم انهم يترشحوا في الانتخابات اللي تالت دستور 56 على طول، ودي كانت انتخابات عقدت سنة 57. طبعا ساعتها الستات اللي ترشحوا ما كانوش كتير، ما كملوش 10 سيدات، بس كان من بينهم الحقيقة في نموذجين مهمين جدا في تقديري الشخصي ان هم نماذج مهمة جدا. النموذجين دول هم سيزا نبراوي اللي هي قيادة نسوية ويسارية مهمة، والحقيقة ان هي كانت واحدة من عضوات الاتحاد النسائي المصري، وكانت واحدة من ضمن فريق المؤسسات، وكانت صديقة مهمة يعني لهدى شعراوي، واحدة يعني واحدة من المدافعات عن حقوق النساء يعني بشكل كبير. وهي ترشحت في الانتخابات دي لكن ما حالفهاش الحظ وما قدرتش حتى تحصل على عدد كافي من الأصوات انها تدخل مرحلة الإعادة، لأنه هي كمان كان تركيزها بشكل كبير على حقوق الستات في الحياة العامة والخاصة على حد سواء. مقابل نموذج تاني زي راوي عطية اللي هي نجحت بالفعل وحصلت على كرسي يعني في مجلس الأمة ساعتها. وراوي عطية دي هي نموذج مختلف من الستات، هي جاية من عيلة سياسية وكانت عائلتها وفدية، وكان يعني أبوها وجه معروف جدا في السياسة المصرية، وكمان راوي عطية نفسها كانت مهتمة بالعمل يعني كانت مهتمة بالعمل السياسي بس بشكل خاص جدا بأنها تتطوع في الجيش وتدخل المؤسسة العسكرية، خاصة في وقت العدوان الثلاثي بأنها تدرب مجموعات من المتطوعات على تمريض الجرحى وكذا، وكانت يعني نموذج وطني زي ما بنقول للستات يعني في مقابل ست معنية قوي بحقوق الستات، وده تركيزها الأكبر زي سيزا. وبالتالي راوي عطية يعني يمكن كان عندها شعبية واسعة جدا وقدرت تنجح شوية بسهولة في تجربة الانتخابات دي.
وكانت بالفعل هي وست يعني كانوا اتنين ستات بس اللي نجحوا في الحصول على مقاعد في انتخابات 57، وكانت واحدة منهم هي روي عطية طبعا، وكان شوية ده شيء متوقع. بعدها على طول مصر دخلت في مرحلة الوحدة مع سوريا في 58، وده الحقيقة انه ما مدش في عمر مجلس الأمة كتير في حلوه عشان خاطر في عملية سياسية مختلفة كانت بتحصل في مصر. وفي 58 ألغي كمان العمل بدستور 56، بس نجحت ضغوط ستات في أنها تحافظ على المكسب الخاص ب يعني حصول النساء على حقوقهم السياسية، فضل قائم في الدستور اللي تلاه. وفي إطار الوحدة مع سوريا اتشكل مجلس جديد كان فيه 400 عضو مصري و200 عضو سوري، ومن بينهم 5 أعضاء ستات بس. ومن بين الخمس عضوات من النساء يعني كان في منهم 2 سوريات. وبرضو المجلس ده ما استمرش الحقيقة، ما كانش عمره طويل كفاية للأسف، يعني لأنه بعد الانفصال عن سوريا كان طبعا طبيعي النتيجة طبيعية انهم يحلوا المجلس ده في سنة 61. صدر دستور جديد سنة 64، هو كان دستور مؤقت لكن يعني تم الحفاظ فيه على حقوق النساء السياسية، وانتخب على أساسه أو تم انتخاب على أساسه مجلس أمة جديد ضم 350 عضو، كان من بينهم 10 أعضاء معينين، ومن بين إجمالي الأعضاء كان في حوالي 8 ستات فقط. استمر المجلس ده طول مدته الدستورية يعني مدة 5 سنين، وانتخب بعده مجلس جديد سنة 69. في 3 ستات من بينهم واحدة بس جت بالتعيين مش بالانتخاب، بس للأسف المجلس انتخب سنة 69، هو مكملش غير سنتين فقط لحد 71 لما صدر دستور جديد، وكان طبعا خلاص هو في مسألة أساسية اسمها إنه الستات بقى ابتدى يبقى فيه تطبيع لفكرة إنهم لازم يشاركوا في الحياة السياسية. طبيعي إنه الدستور بيتكلم عن حقوقهم في المشاركة في الحياة السياسية. ومع دستور 71 وتولي أنور السادات لرئاسة الجمهورية في مصر، انتخب بعده مجلس شعب جديد بعد مرحلة تولي الرئاسة، يعني ضم 444 عضو، ومضاف ليهم 10 جم بالتعيين، 10 اللي بيختارهم رئيس الجمهورية وبيعينهم في المجلس. وفي مجلس 71 انتخبت 8 ستات فقط، وجات واحدة ست بس ضمن 10 اللي جم بالتعيينات. والمجلس ده برضو كان استمر طول مدته الدستورية اللي هي 5 سنين، فالمجلس اللي تلاه كان يمكن في أواخر السبعينات. الحقيقة أنه 79 برلمان 79 كان فيه نقلة مهمة جدا، أنه طبق فيه نظام الكوتا لأول مرة في مصر، وبالتالي ضم 35 ست من بين 444 عضو. الكوتا أو الحصص ده المقصود بيه أنه بيتخصص مقاعد أو بيتخصص نسبة لفئة معينة، وفي الحالة دي احنا بنتكلم على ستات. وبالتالي كان في نقلة حقيقية اسمها انه 30 ست جم بنظام الكوتا، هم انتخبوا على مقاعد الكوتا، وفي 3 ستات قدروا يفوزوا في دوائر خارج مقاعد الكوتا، وكان في سيدتين جم بالتعيين من ضمن المجموعات اللي بيعينها الرئيس في البرلمان. الحقيقة انه ده كان مثل نقلة كبيرة جدا للستات، لان احنا الاعداد اللي قبل كده كانت بتبقى قصر على 8 او 10 ستات او بتاع نسب ضئيلة جدا، فده كان اول مرة يبقى فيه نسبة عالية كده للستات في المرحلة دي. وبعدين جه بعدها ده برضو مجلس كمل مدته عادي، وجه بعدها المجلس اللي بعده سنة 84 وضم 36 سيدة، منهم 30 فازوا في مقاعد الكوتا و6 خارج مقاعد الكوتا. لكن مجلس 84 للأسف حصلت فيه مشكلة أدت لأنه المحكمة الدستورية تحكم بحله، وهي أنه قانون الانتخاب ساعتها كان طبق نظام اسمه القوائم الحزبية، أنه مجموعات الأحزاب بتشكل قوائم للمرشحين بتوعها مع بعض، وبالتالي المحكمة الدستورية شافت أنه ده إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنه القوائم دي ما كانتش بتضم أفراد مستقلين مش منتمين للأحزاب، وبالتالي كانت المقاعد الفردية بس اللي بترشح عليها المستقلين.
ده أدى لأنه المحكمة الدستورية حلت المجلس وما اتعاد وضع قانون الانتخاب أو القانون المنظم لانتخابات البرلمان، المشرعين ساعتها قرروا يلغوا الكوتا بالرغم أنه حكم المحكمة الدستورية ما كانش بسبب الكوتا، هو كان بشكل أساسي على اعتراضهم على نظام القوائم ما بيديش فرصة للمستقلين بشكل متساوي، لكن ضمنيا نتشال نظام الكوتا وبالتالي رجعنا تاني للنسب الضئيلة جدا في مشاركة الستات أو وصول الستات لمقاعد البرلمان. فمثلا البرلمان 87 جت 18 ست بس بعد ما كنا وصلنا لما يقرب ل 40 ست في المجلس، نزل تاني العدد ل 18، ومجلس 87 كانت من المجالس اللي عمرها قصير في مصر الحقيقة. هو في يبدو ان هو احنا عندنا تاريخ طويل من حل البرلمانات، دي مش حاجة ما حصلتش بعد مرحلة 2011 بس، للأسف دي كانت حاجة متكررة جدا، وكان في حالة من عدم الاستقرار التشريعي طول الوقت في مصر. ف87 كان من المجالس اللي عمرها قصيرة عمرها قصير لحد كبير، ويمكن اتلغى بعدها اظن بسنتين. فضلت نسبة ستات محدودة جدا في المجالس في البرلمانات يعني اللي انتخبت بعد كده بعد إلغاء نظام الكوتا لحد سنة 2010 لما رجع تطبيق نظام الكوتا مرة تانية في مصر، وتم تخصيص 64 مقعد في البرلمان للستات، وكانت دي اللي علت نسبة الستات ونقلتهم لمرحلة تانية أو يعني تمثيل أعلى بكتير في 2010. بس 2010 برضو كانت من المجالس اللي عمرها قصير طبعا نتيجة لأنه كان في 2011 والثورة المصرية بدأت في 25 يناير 2011، وبالتالي كان طبيعي أنه هيلغى المجلس اللي انتخب في 2010، ولأن مصر كانت بتتشكل في مرحلة جديدة مختلفة سياسيا بكل أبعادها. لكن للأسف برغم من أنه برضو كالعادة مع كل حراك ثوري ومع كل مرحلة بتتغير فيها الحالة السياسية في مصر، استات شاركت في كافة الجوانب في العملية السياسية إلا برضو في صنع القرار، لأنه لو ناس فاكرة أيام الإعلان الدستوري في مارس ما كانش فيه ستات أصلاً في عملية تشكيل مرحلة انتقالية ولا في الإعلان ولا صاغت أو شاركت في عملية صياغة الإعلان الدستوري. وبعدها على طول أما تحط قانون الانتخاب الجديد عشان يتشكل أول برلمان بعد ثورة يناير ما كانش فيه كوتا، كان ببساطة يعني القانون جيب بأقل القليل للستات وقال بشكل واضح إن احنا عايزين ست واحدة على كل قائمة، لا حدد لها مكان ولا ترتيب في القائمة دي ولا، وكان شايف إنه ست واحدة كفاية في كل قائمة، وكان ده شوية غريب يعني. وبالتالي كان النتيجة الطبيعية أو المؤدى الطبيعي إن احنا جه عندنا 8 ستات بس في أول برلمان بعد الثورة، وده يعني كانت واحدة من الإحباطات اللي بتواجهها الحركة النسوية تاني وإحنا داخلين في القرن 21، وإحنا فعليا في القرن 21. فعشان كده يعني بنقول إنه التاريخ أحيانا بيعيد نفسه وبيكرر نفسه، بنفضل نتعلم من دروس التاريخ طول الوقت. بس برضو يعني ما عرفش إن كان ده لحسن حظنا أو لأ، بس كان إنه المجلس ده جه عمره قصير جدا وكان من المجالس يعني اللي اتحلت في مصر، فتم حله في 2012 يعني ما كانش كمل سنة، وكانت ساعتها يعني مصر في مرحلة تحول تانية في ظل حكم الإخوان ومناهضة يعني أو وجود الحراك الديمقراطي ضد نظام الحكم القائم ساعتها، و فضلنا في مرحلة غليان سياسي كده وتحولات بتحصل كل شوية في مصر لحد 2013 والمرحلة اللي جت بعد ما تم عزل الرئيس محمد مرسي، وبالتالي دخلنا في مرحلة انتقالية جديدة برضو ما شاركتش الستات في صياغة المرحلة دي بطبيعة الحال. ويمكن الحركة النسوية ساعتها كانت حاسة بقى انه يعني لازم يكون في ضغط اكبر بكتير او يعني ضغط بمعنى الواسع بقى لكل مطالب الستات في المشاركة في صياغة عملية التحول في مصر، ويمكن يعني الضغط اللي عملته هذه الحركة جه شوية بشوية مكاسب محدودة عرفنا نحققها، اسمها انه في 5 ستات شاركوا في لجنة 50، فبنسبة 10% من الأعضاء اللي
اشتغلوا على إعادة صياغة الدستور كانوا من الستات، في حين أنه أول لجنة تشكلت اللي هي لجنة العشرة، لأنه الدستور تشكل أو تصاغ على مرتين أو على مرحلتين. فجات أول لجنة من غير ولا ست، جات مجموعة من الخبراء القانونيين 10 أعضاء فقط، وما ضمتش ولا ست. وبعدين نتيجة للضغط اللي عملته الحركة النسائية على والإصرار يعني على ضم مجموعات نسائية أو ممثلات عن مجموعات نسائية، كان بقى فيه 5 ستات في لجنة 50، وده يمكن عمل نقلة وتحول مختلف تماما في مسألة التعامل مع حقوق الستات في الدستور الجديد. وكانت واحدة من النتائج الطبيعية مثلا هي النقلة اللي شفناها في تمثيل الستات في البرلمان الحالي، هو في برلمان اللي انتخب في 2015 نسبة الستات وصلت لحوالي 15%، قريب من 15%، ودي سابقة تاريخية، دي حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. ده كان مبني بشكل أساسي على الاستحقاقات الدستورية اللي حصلت عليها الستات نتيجة مشاركتهم المباشرة في عمليات صياغة الدستور. يعني مع كل الاعتبارات ومع كل الاختلافات حوالين المناخ السياسي العام والمناخ والمجال العام، يعني وفي مرحلة ما بعد 2013 أو ما بعد يونيو 2013 اللي مش كل الناس بتوافق عليها ومش كل الناس شايفة إنه هي يعني تكون أفضل مرحلة، والحقيقة إنه النتائج المباشرة ليها بالرغم من بعض النجاحات يعني اللي حققناها، لكن كمان في المقابل محدش بينكر إنه في ظروف سياسية وفي تحولات سياسية مش هي المرجوة ولا هي اللي الناس كانت بتطمح ليها، خاصة أطراف الديمقراطية أو المجموعات الديمقراطية بالمعنى الواسع اللي منها المجموعات النسائية. يعني يمكن في مقابل ده انه يعني على قد ما اتنقلنا في مسألة تمثيل الستات وفي مسألة حقوق النساء الدستورية، لكن في المقابل في مناخ عام ما بيسمحش بمشاركة حد أصلا، لا ستات ولا رجالة، في مناخ عام بينغلق تماما علينا، وفي مجال سياسي مش سامح للتنوع ومشاركة كافة الأطراف السياسية والديمقراطية، وده شرط أساسي عشان الستات تشارك، لأنه الموضوع مشاركة الستات في السياسة هو مش جاي من فراغ، هو مسألة مرتبطة بالمناخ الديمقراطي بالمعنى الواسع.